وللحديث أكثر عن إعلان ميليشيا حزب الله في العراق انتهاء الهدنة مع واشنطن وتهديده للسفيرين الأمريكي والبريطاني في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا بك معنا. يعني بداية، منذ ما يقارب الشهر كانت الميليشيات تعلن أنها ملتزمة بالهدنة مع أمريكا، وأن ما يطلق على القوات الأمريكية من صواريخ إنما ينفذه طرف ثالث، كما يعني تداولت ذلك بتصريحات متعددة سابقة. اليوم تعلن انتهاء الهدنة مع أمريكا هذه الميليشيات، بما تفسر أستاذ عبد القادر هذا التحول من قبل الميليشيات في موقفها؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. إن تحول هذه الميليشيات هو لحفظ ماء الوجه المهدور، وبالتالي هي لا تعدو عن بيانات وكلمات يمكن أن تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات، ليس إلا سرعان ما ستفتضح أمر هذه الميليشيات، لأنها لا تنفذ ولن تستطيع أن تنفذ هذه التهديدات مطلقا، وبالتالي يأتي هذه التهديدات لتحسين التفاوضات التي تجريها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في عمان. ولذلك حقيقة عدم رد إيران على الكيان الصهيوني بعد مقتل هنية على أراضيها يؤكد تماما على أن إيران تتماهى للحصول على بعض الامتيازات في المنطقة لصالحها من خلال هذه التهديدات وعرضها على أن الامتيازات مقابلها حماية التواجد الأمريكي وعدم التصعيد ضد الكيان الصهيوني بشكل واضح وصريح. نعم أستاذ عبد القادر، باعتقادكم وبحسب تقديراتكم الشخصية، هل من رمزية لتوقيت إعلان الميليشيات إنهاء الهدنة مع أمريكا هذه التصريحات بهذا التوقيت بالذات؟ لماذا تأتي هذه التصريحات بهذا التوقيت بعد توبيخ وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى السوداني، وتحميل السوداني مسؤولية حماية القوات الأمريكية المحتلة والمنتشرة في العراق عبر قواعدها، وأنهم سيكون لديهم قرارا حاسما ضد السوداني، وبالتالي السوداني حقيقة بدأ يتخذ كل الإجراءات لأن يكون هو حامي الوجود الأمريكي في المنطقة، ويريد أن يلعب دورا، وهو وخارجيته أن تلعب دورا وسيطا ما بين هذه الجماعات المسلحة والولايات المتحدة الأمريكية التي تتغاضى عنها تماما، وبالتالي يريد الوصول إلى عدم زج الجيش الحكومي التابع لوزارة الدفاع في العراق لمواجهات علنية كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذه الميليشيات، وبالتالي هذه التوقيتات أيضا تأتي لحرف مسار واضح بعد الإعلان للوكالات الإيرانية عن مقتل يمنيين وإيرانيين كخبراء في جرف الصخر بعد الضربة الأخيرة التي وجهت الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك حقيقة إشغال الإعلام عن بعض التفاصيل المهمة في سبيل هذه البيانات تأتي هذه المواقف التي يراد من خلالها حقيقة أن يكون هناك تسليط الضوء على هذه الميليشيات، وكما أسلفت لك في إطار آخر إقليمي لأنها مرتبطة بإيران تريد تحسين هذه المفاوضات التي تجري حاليا. لكن أستاذ عبد القادر، ألم تكن أمريكا هي من سلحت ودربت هذه الميليشيات، بل ودعمتها بأسلاح سلاح الطيران إبان الحرب على تنظيم داعش؟ ماذا يعني أن تنقلب هذه الميليشيات اليوم على من دربها وسلحها؟ هل استغنت الميليشيات عن أمريكا؟ أولا هي مرتبطة بإيران، وإيران استطاعت أن تنفذ من خلال الميليشيات لأخذ أسلحة وأموال سواء عراقية أو أمريكية، وعدم إدراج هذه الميليشيات على لوائح الإرهاب، كما أنها بسبب أمريكا أيضا لم يستطع العالم الوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان التي فعلتها هذه الميليشيات، كانت أمريكا لديهم هي الغطاء الكبير لها. لكن هذه الميليشيات بالأخير هي ترتبط بإيران، ومن ثم أنها تريد الحصول على امتيازات، والولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما أنها كلما أعطت لديها امتيازات لهذه الميليشيات يمكن استخدامها لاحقا، لذلك حقيقة الولايات المتحدة لا تصعد. وإذا ما أخذنا بنظر الواقع فإن هذه الميليشيات
لم تنقلب انقلابا كليا وتدخل بالمواجهات الفعليه مع القوات الامريكيه في العراق. هذه الميليشيات الى هذه اللحظه لم تقتل جنديا امريكيا ولم تجرح احدا، وبالتالي سوى تهديدات وبعض القصف الذي يطار الاتربه والاسيجه المحيطه بهذه القواعد التي تتواجد فيها قوات الولايات المتحده الامريكيه. لذلك حقيقه هي ليس انقلابا كاملا، لانه لا زالت هناك يعني عمليه سياسيه مرعيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، والسفيره الامريكيه تلعب دورا رئيسيا حاليا في اضفاء او بقاء العمليه السياسيه، وكما لعبوا دورا في حمايتها من الشعب العراقي الذي انتفض على عده مراحل واخرها ثوره تشرين. لذلك حقيقه هي مشاركه ومسيطره على حكومه السوداني، والان تتمدد الى الاجهزه الامنيه بشكل واضح تماما، ولدينا معلومات دقيقه على أن جزء من هذه الفصائل يتوسل بالولايات المتحدة الأمريكية على أن لا تدرجه على قوائم الإرهاب أو على حظر أمواله التي سرقها من العراقيين، والأمريكان لديهم قاعدة بيانات واضحة. لذلك حقيقة أنا في رأيي لا يوجد انقلاب، سوى أنها هناك تمردات للحصول على بعض الامتيازات المالية والسياسية والاقتصادية، ومن ثم أنها تسير مصالح إيران. ففي النهاية هذه الميليشيات تابعة لولاية الفقيه. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.